مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض برجر. معايا نص كيلو لحمة مفروم ناعم، انا جايباه من بيت الكلاوي، في نسبة دهون حلوة، وبيت الكلاوي بيبقى طعمه حلو جدا. هنعمل مع بعض البرجر ونشوف المكونات معانا ايه. معانا معلقة ملح، نص معلقة فلفل، معلقة توم باودر، هحطهم عليه، مش هحط توابل اكتر من كده لان البرجر ما بيحتاجش توابل غير الملح والفلفل. ومعايا بصلاية صغيرة مفرومة، وهنحط شوية وستر صوص. لو ما عندكوش الوستر صوص ممكن باربيكيو مدخن، ممكن معلقة دبس رمان، ممكن كمان صويا صوص المتاح معاكم ممكن تحطوه. حط معلقة كبيرة كده عشان يديله بيديله طعم حلو وبيطر اللحمة وبتستوي حلو معاه، يعني البرجر بيستوي بيبقى طعمه جميل. تمام، هنعجنه كويس. نقلبه في المكونات وهنعجنه كويس، وبعدين نشوف هنعمله ازاي بقى مع بعض. عندي البرجر اهو بعد ما اتعجن كويس و ظبطناه عند المكبس، مكبس البرجر، هجيب عليه ورقة زبدة وهاخد كرة كده من اللحمة حطها على المكبس كده، وهجيب ورقة كمان نعمل واحدة كمان، هعمل واحدة تاني معاكو وهوريكو برضو. لو ما عندكوش مكبس برجر هقولكو تعملوه ازاي. تمام، شايفين اللي ما عندوش مكبس برجر بقى اي غطا، يعني لو عندكم اي غطا كده كويس، صغير كبير اي غطا. انا هوريكم على غطا البرطمان، هجيب كيس كده عشان مش هينفع معاه الورق، هجيب برضو حتة على قد البرطمان كده على قد الغطا، هعملها فيها كده، هظبطها مع الغطا بتاعت البرطمان. تمام، شايفين، وهتطلع حلوة برضو، شايفين. يعني اللي ما عندوش المكبس يعمل بده، انا اعمل بقى بمكبس البرجر، بس انا قلت اوريكم اللي ما عندوش مكبس يتصرف ازاي. انا هكمل كله بالطريقة دي، وبعدين هحطه، هخلصه واحطه في الفريزر يتشمع ساعة كده، وبعدين هنرجع مع بعض نعمل السندوتشات. هنحمر البرجر معاكم ونعمل السندوتشات، وهنعمل سندوتش البرجر بالعيش المدور الحلو وبالصوص اللي بيبقى فيه، بالجبنة، بكل تكاته وحركاته، هتشوفوا معانا ان شاء الله، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني. معانا الجريل هنحط فيها نقطة زيت كده عشان نشوي البرجر. ومعانا البرجر هنحطه على النار،
اللي احنا عملناه امبارح مع بعض. امبارح انا سبته بايت في التلاجة في الفريزر، تمام. على نار عالية عشان ما ينزلش مية ولا ينزل حاجة من قلبه. نديله صدمة كده ونشوف مع بعض وهو بيتحمر، وهنعمل السندوتشات وهنظبط الدنيا كده مع بعض. ومعانا البرجر استوى اهو، وحطينا معاه شرايح البصل هنشوحها تاخد مكان البرجر كده، مكان الصوص بتاع البرجر. وهنقلبهم ونشوح معاهم البصل كده وهنعمل سندوتشات. ورجعنا لكم بعد ما حمرنا البرجر، جميل، شوف طلع حلو ازاي. والعيش برضو حطيناه مكان البرجر، ادينا له تحميره كده حلوه، والبصل والطماطم. وهنعمل بقى الصوص اللي بيتحط في العيش. معانا معلقتين كاتشب، نحط عليهم معلقة مستردة كده، ونحط معانا باربوكيو، نحط معلقة برضو، نحط معلقة مايونيز، وهنقلبهم مع بعض، نقلبهم كويس عشان نحطهم في السندوتشات. طبعا انا ما عنديش مخلل خيار، هو لازم يتحط له مخلل، يعني موجود عندكم حط معاه مخلل خيار ماشي، مش موجود انا ما عنديش مخلل خيار، فال يعني عندكم المخلل. هنيجي بقى للسندوتش، هنحشيه. هنحط الاول ندهنه بالصوص، بعدين هنحط شريحة بصل، وده اختياري مش اجباري، يعني كل واحد حسب ما بيحب الحاجات اللي بيحب يحطها يحطها. وطماطم، ونحط البرجر، ونحط شريحة الجبنة زي ما قلت لكم، اللي عنده حاجات تاني يحب يحطها يحطها. وهنحط خس، وانا عندي هنا الخس البلدي، ما جبتش خس كابوتشا، يعني اي حاجة عندكم حطوها، تمام. وهنحط عليها العيش كده، واحلى سندوتش برجر. وهنكمل الباقي برضو. حاجة سهلة كده وبسيطة، عمايل ايديكي، حاجة نظيفة مضمونة لولادنا ولينا، النظافة، وعاملين البرجر من الاول للاخر في البيت، وكل حاجة معمولة بايدينا كده، حاجة نظيفة لينا ولولادنا، تمام. وهنحط الجبنة برضو. انا زي ما قلت لكم ما عنديش مخلل خيار، تمام. وده سندوتشات البرجر بعد ما عملناها، شايفين حاجة كده جميلة وحلوة ومضمونة في البيت ونظيفة لينا ولأولادنا. وياريت ما تنسوش تعملوا لايك ومشاركة في القناة عشان يوصلوه كل جديد من أكلنا سهل وبسيط وعلى قد الإيد.